لحد الآن يعني للأسف ما عندناش هذه الثقافة، يعني ثقافة يعني البيانات. اليوم للأسف ولا سي لو فلو توتال، ولا الناس يعني ولات الإشاعات هي اللي تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي يعني الصارولي طرف لي ريزو يعني من عند الناس. ولذلك نظن المترشحين هما نفس المترشحين. هل أنا نظن في ظرف تقريبا أسبوع هل يعني المترشحين الذين لم يستوفوا الشروط في وقت سابق يعني يقدروا يعودوا يستوفوا الشروط بعد أسبوع؟ أنا نظن إلا يعني إذا كان هناك معجزة إلهية باش يعودوا يستوفوا الشروط. ولذلك نظن على الوزارة اللي عندها كل القوانين، يعني عندها ناسيونال جوريديك، عليها أن تطبق القوانين أولا. ثانيا على الوزارة أيضا أن يعني تضع حد لبعض التعاملات، خاصة على مبنى دالي إبراهيم، يعني مبنى الفاف أين يوجد أمين عام، لنظن في الوقت الذي كان منتظر منه أن يعني يعمل بترتيب البيت هو راح مشى إلى سفارية لكي يحضر، يعني للأسف نقولها للأسف يحضر تقريبا يعني نهائي يعني كأس العالم للسيدات، أين الشخص هذا؟ ما قدرش حتى يوضع يعني يعني ليكيب فيمينين، ما قدرش لا ميم با بو لي زانسكرير باش بور بارتيسيبي في لي زيليميناتوار. نظن كاين كثير من الأشياء اللي تخلي اليوم المشكل ليس في المترشحين، المشكل في المنظومة الكروية، المشكل في هذه القوانين المعمول بها.